السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنجدد بكم الترحاب، وغادي نحضروا اليوم ان شاء الله واحد الحالة سهل وسريع نفرحوا به الوليدات ان شاء الله. كنحتاجوا المول، ماشي بالضرورة كيكون كيدخل للفرن، الا عندكم في حالة هذا ينفع. وغادي نبداو ان شاء الله في المقادير. الطبقة الاولانية غادي نستعمل ان شاء الله هذا البسكوي اللي كيتباع في بيم، كيتباع في الاسواق الكبرى. الثمن ديالو يمكن شي 10 ديال الدراهم، وكيوفر علينا المجهود. غادي نبداو ان شاء الله. هنايا واحد الكميه ديال الحليب، تقريبا واحد جوج كيسان ديال العنبه بحال هكاك، وعندي هنا واحد الساشيه ديال الفاني غادي نسمو بها هذا الحليب. غادي نخليه على جنب. غادي ناخذ المول ديالي وغادي نبدا نستف، نشوف كيفاش غادي نستفو، واش بالطول اولا بالعرض. كيبان ليا غادي نستفو بحال هكا، ما نحتاجش كاع نهرس شي واحد. غادي نقلبو ليه الوجه ديالو بحال هذا الشكل. فبزاف كي ياخذوا كل بسكوي يبقاو يغطسوه في الحليب، فانا ما كنديرش هكاك. غادي نستفو نشوف، حيت هو راه مازال كيتنفخ، يعني هاد الفراغات راه كيمشي وكيرجع بحال الا درنا طبقه ديال الجينواز. يجي صراحه هائل المذاق ديالو، بحال الثلج. كيجي زوين بزاف. غادي ندير بحال هكا. كيبان لي غندير جوج طبقات لانه غادي يكفاوني. صافي، وغادي نجيب الحليب وغادي نديرو عليه من الفوق بهذه الطريقه. هذه نحاول، هو راه داير بحال البونجا كيشرب، غوا ما تكتروش ليه بزاف باش ما يجيكمش ميه ومعجن. ديروا غير القياس. صافي، وغادي نخليوه دابا على جنب بين ما يشرب نيت هذاك الحليب، وندوزو نحضروا الطبقه الاولى ان شاء الله اللي هي واحد الكريمه اللي ساهله ولكن رائعه جدا. نجيو لهاد الكريمه، نص لتر ديال الحليب، عندي هنايا النشاوله المايزينا، سكر سنيده، الاضافه اللي غادي نزيد هي الكوك كيجي زوين بزاف، و هنايا واحد شويه ديال الفاني اللي غادي نسمو به. غادي نضيف اول حاجه النشا. في نص لتر ديال الحليب كنحتاجو تقريبا 3 ديال المعالق ديال النشا، معالق يعني يكونوا عامرين مزيان. السكر غادي نضيف تقريبا ملعقه ونصف اولا جوج ملاعق على حساب الرغبه ديالكم، ملعقه ونصف اللي غندير انا. والكوك غادي ندير جوج ملاعق ديال الكوك. عندي هنايا في شي حبيبات ديال الكاوكاو، ماشي مشكل. اللي شفتو في هاد الحبات الكحلين راه هما غير ديال الكاوكاو. وغادي نخلطو وغادي نردوه فوق النار حتى يعقد لينا عادي، ونعاودو نكملو. هنايا صحات موجودة، الريحة ديال الكوك مع الريحة ديال الفانيلا عاطيه بزاف. ما تخليوهاش حتى تعقد بزاف وتحرق لكم، فقط تحسوا بها بدات كتقال صافي كتحيدوها من فوق البوطه. وغادي نجيو دابا للبسكوي ديالنا. كما كتشوفوا فهو راه شرب كاع ديك الكميه ديال الحليب اللي ضفنا عليه، وغادي نضيفوا دابا الكريمه. نحاولوا نوزعوها على البسكوي ديالنا كامل، نغطيوه صافي. كتشوفوا يعني حاولوا تبسطوه مزيان حتى تقاتلي الوجه ديالو. غادي ندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي نفس الطريقة، باقي ما قدرت درتهم بحال هكا.
رتفت البسكوي ديالي كامل. دابا ما غاديش نخوي عليه الحليب من الفوق، ولكن غادي ندير الشيته باش ما يغرقش ليا بالحليب. غادي ندوز عليه شويه. لانه مازال غنزيدو عليه طبقه اخرى ديال الكريمه فهو غادي يرطب، يعني محتاج كميه كبيره ديال الحليب. غادي نخليوه على جنب وندوزو نحضروا الطبقه الاخرى الثانيه اللي طبقه بسيطه، المكونات ديالها سهلين. كنحتاجو فيها نصف لتر ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال المايزينا، ملعقه ونصف كالعاده ديال السكر حبيبات، انا كتجيني قياس ديال الحلاوه هو هذاك، وملعقه كبيره ديال بودره الكاكاو المر، يعني ملعقه كبيره تكون مملوءه. صافي وغادي نخلط، غنردو فوق البوطه كالعاده حتى تعقد ليا الكريمه ديالي ونعاود نرجع. الكريمه ديالنا اصبحت واجده كيفما كتشوفوا، غنزيد عليها فقط واحد الاضافه هي بعض القطع ديال الشوكولا باش نعززوا هذاك المذاق ديال الشكلاط، ونخليوه يذوب في الحراره ديال الكريمه. كتشوفوا فراها كتجي يعني لامعه. صافي من بعد ما داب لي هذاك الشكلاط غادي ناخذوا المول ديالنا، وكيف ما العاده غادي نخويو لاصوص ديال الشكلاط اولا الكريمه ديال الشكلاط اللي حضرنا. غادي ليهم جديها صافي، وكنكونوا سالينا هذا الشكل ديالها البسيط. غادي ندخلها دابا للثلاجه على الاقل واحد الساعه عاد باش نقدموها ان شاء الله. خليتها تقريبا ساعه في الثلاجه، غادي نقطعوها دابا ان شاء الله. كما كما كتشوفوا فكيجيو دوك الطبقات راهما باينين وسط منهم هذوك لي بودوار، عاطيهم واحد المنظر لي زوين، وراها كتجي شيشه بزاف وكتذوب في الفم. كنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله، ما ترددوش راها كتجي هائله بزاف. نتمنى هاد الحلوه البسيطه اللي اقترحت عليكم اليوم ان شاء الله تنال اعجابكم وتحضروها، وتخليوا لي رايكم في التعليقات كيفاش جاتكم. وبسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.